السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. فيديو اليوم من سلسلة شعارات البرامج، واليوم راح نرسم شعار التيك توك. التيك توك ما شاء الله هذه الفترة مكسر الدنيا في سالفة الترندات، واللي مسيطر حاليا في التيك توك جعفر المتوج. لا تنسى اللايكات حبيبي، وحبيت اعرف رايكم في الفيديو اللي راح، اللي كنت برا البيت، وشلون كان انطباعكم عنه. حبيتون هذا الفيديو او لا اسوي مرة ثانية مثل هذه الافكار لو انتم على هذا المحتوى؟ وقررت اغير طريقة عرض التعليقات، حسيت ان في نص الفيديو قاعدين يجون وروحون، فبخليهم في الاخير كلش، وبزيد عدد التعليقات. بدل 4 تعليقات بخلي 10 أو 12 تعليق، لأن ما شاء الله تعليقاتكم قاعدة تزيد بشكل كبير، ومشكورين على هذه النقطة. وما راح أطول عليكم في التسجيل الصوتي كالعادة، بس راح أذكركم إذا ما كنتم مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، ولا تنسون اللايك، وخذوا ليكم لفة على الفيديوهات اللي راحت، وإن شاء الله يعجبونكم، ونشوفكم في مقطع ثاني.